يقول اعمل في اعمال الدهانات فيأتي وقت الصلاة ويبقى بعض الطلاء في يدي واتوضأ واصلي، هل صلاتي صحيحة؟ لازم من ازالة الطلاء لانه يمنع الماء، الطلاء اللي هو البوية يتجمد ويمنع الماء عن الجلد، فلا بد من ازالته. او تضع على يدك شيء عند الشغل، تضع على يدك شيء يمنع التصاق الدهان باليد، تضع على يدك شيء لأنك تستعد للصلاة والوضوء، أنت مثل غيرك اللي ما يصلون، فعليك أنك، وإذا علق بيدك شيء لازم من إزالته. وفيها أشياء تزيل البوية، فيها أشياء يعني تعرفونها تزيل البوية. نعم.